35 مشروعا بعين الدفلة رفعت عنها القيود ودخلت حيز الاستغلال في ظرف وجيز، بعدما أن كانت هذه المشاريع رهنا لقيود بيروقراطية، حيث استلم المستثمرون رخص الاستغلال التي تسمح لهم بتطوير وتوسيع مشاريعهم. العمل اللي قاموا به والتسهيلات اللي قاموا بها من أجل الحصول على رخصة البناء تاع الشركة تاعنا، هاد الرخصة راح تمكننا لتأمين 350 منصب شغل. تصريحات السيد رئيس الجمهورية ليست غير تصريحات فقط، لكن جسد احنا كمستثمرين شفناها في الميدان في الواقع. مشروع تاعنا حنايا كان معلق سنتين، تحصلنا على شهادة المطابقة خلال أقل من 24 ساعة. 2500 يد عاملة هو إجمالي مناصب الشغل الذي ستوفره مختلف مصانع الولاية، والهدف الأساس هو تنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تقليص الاستيراد. حاليا نقوم بصنع المواد الصيدلانية ابتداء من المادة الأولية. عندنا 7 مخابر دولية تعمل معنا حاليا. عدد الموظفين حاليا 150 موظف، وفي نهاية المشروع إن شاء الله سوف يصبح عدد الموظفين 350 موظف. بعد ما تحصلنا على ترخيص استغلال منجمي، يعني تحصلنا على المادة الأولية، يعني الإنتاج زاد الحمد لله. قبل الترخيص كنا ننتج حوالي 50,000 طن سنويا، بعد الترخيص عندنا طموحات باش نوصلوا للسعة الحقيقية تاع المصنع واللي هي 210,000 طن سنويا. تزامنا وعملية رفع القيود على المشاريع الاستثمارية، استرجعت مصالح الولاية أملاكا منحت ولم يتم استغلالها بعد. لحد الساعة استرجعنا 38 هكتار، وكاين 11 هكتار على مستوى العدالة، إن شاء الله ثاني كذلك نسويها، وهذا أكثر من 40 أو 50 هكتار راح نحطوها تحت تصرف المستثمرين اللي حابين يديروا مشاريع. استراتيجية تتوجه إلى الاستثمار في مختلف المجالات سطرتها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.